مدينة تيرودانت الذي ينظم سنويا دوريا حرفيا دوري للمهنيين، فيه مجموعة من الحرفيين التجار الصناعي إلى آخره. هذا الدوري كيكون طيلة شهر رمضان الكريم. اليوم واحد هذا الحفل على شرف الدوري بمناسبة تتويج فريق المخابز، وكذلك هذا الحفل تنقوم بتكريم مجموعة من المهنيين اللي عطاوا في الحرفة في مدينة تيرودانت. فعلى سبيل المثال اليوم عندنا التكريم ديال ثلاثة ديال الصناع التقليديين، عندنا جوج اللي هو محمد العشير وابراهيم العشير، هادو من قدماء الحدادين في مدينة تيرودانت، ربما بداوا الحفلة من 1967. عندنا الصانع التقليدي اللي هو كيدير فن يعني الرصاص و يعني كهربائي، سي عبد الحق ايت العسري الملقب بالسياق، لاعب سابق ديال اتحاد تيرودانت والكل يعرفوه، اعطى لهذا المجال الرياضي والمجال الحرفي في المدينه. فاليوم اعطينا ان نجمع المهنيين بهذه العباره هذه في هذا الحفل ان شاء الله الذي سيكون بهيجا، وكنحييو الجسم الاعلامي على على المواكبه ديالته. زازي مدير الدوري الرمضاني اللي منظم تحت الفضاء المغربي للمهنيين بتيرودانت، منظم بتيران لسطح تيران السرحاني. هذا الدوري هذا كيشمل على شي 20 فريق مهني للامور دازت الحمد لله دازت بخير وخير. النهايه راه تمت البارح بين الفريق المخابز وجمعيه التضامن للحلاقه، انتهى لصالح الحلاقين. اليوم الحمد لله راه كاين واحد الختام في واحد الحفل وكيشمل على التكريم، تكريم بعد المهنيين القدامى، وتكريم واعطاء الجوائز للفرق الفائزه بالمرتبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، والتكريمات ديال احسن هداف واحسن جمهور. والحمد لله الامور راه غاديه بخير وخير. شكر الفضاء المغربي للمهنيين بتيرودانت على هذه المبادره اللي داروا، على انهم فكروا فيا باش يكرموني، وتنشكرهم بزاف، وتنشكرهم حتى على المجهودات اللي تيبذلوها من اجل باش يديروا واحد الجسر تاع التواصل بين المهنيين، كافه المهنيين وكافه الحرفيين. وهذه مبادره جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم، تنتمنوا ان تكون في المستقبل يكون شي حاجه اللي يكون احسن من هكا، وبالاخص ان يكون واحد الالتفاته بزاف للمهنيين اكثر من الرياضه، تكون ان الرياضه تكون هي سبب باش ان الحرفيين ان شاء الله الرحمن الرحيم يديروا يد في يد ويوصلوا ان شاء الله للامام ان شاء الله الرحمن الرحيم، والله يوفق للخير من عند الله تعالى. الشهداء الشيخ الامين يسلمهم شهاده اخرى وتبكى الاخر لفريق البنائين الفريق المحتل للصف الثالث، وكذلك اخذ صوره تذكاريه رفقه المتوجين لفريق البنائين. فريق البنائين توج كفريق محتل للصف الثالث للدوري الرمضاني للنسخه الثانيه لهذه السنه. خرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.